انت كنت في حتى الفلاح راه والحمد لله باش كيعاونوا الفلاح كيشجعوه العام اخر ان شاء الله. ولينا العمر ديال سيدنا اي الله ينصر سيدنا الله ينصر. بسم الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام داخل الوطن خارج الوطن صباحكم مبروك من قلب سوق الجمعه ديال القراقرة الاخوان بتاريخ 6/10/2023 تحياتي لكم الاخوان صباحكم مبروك الله يستر اموركم جميعا بحال الفروج هربان الاخوان اليوم الاخوان نقدموا لكم اثمنه ديال الاعلاف. السلام عليكم كدير عم بخير نقدموا لكم اثمنه ديال العلفه الاخوان في الصاد تبان الحبوب الله يسر الامور جميعا الاخوان تحياتي لكم جميعا صباحكم مبروك. السلام عليكم كدير عمي بخير واش هذه فصة عمي ولا كوكو؟ كوكو كيبان لي باقي خضر ياك؟ خضر؟ باقي خضر اييه وشحال عمي؟ 850 850 البالغ تبارك الله راه 850 البالغ اخوان بحال 42 درهم ونص تبارك الله 42 درهم ونص وهذاك اللي فوق عمي تا هو بحالو اللي في الكاميون اي عمي يا اليوتيوب عمي يوتيوب عمي يشوفوك الحباب يشوفوك الاصحاب تبارك الله من العريش اييه جاي من العريش الاخوان تبارك الله جاي من العريش منين جاي تبارك الله هذه فصة خضراء وهذه فصة كارمة الاخوان تبارك الله كوكو اييه ها تقول كل الحبوب اييه تبارك الله شو باقي دير شنو عجاش تاكل تبارك الله يا عمي تبارك الله 150 كاين هذا الاخوان تاهو تبغى تخلي الاخوان النمره يبغوا يتصلوا بك بعض الاخوان اللي خاصهم كوكو ها يلا قول 0667 01 27 21 عيطوا لك اخوان في اي بلاصه كاينين كل تلاحق لهم خاص يكون فاير الصين حيد عليا البحر حيد البحر صافي من طنجه حتى القرقيرات سير الله يسر لك يلا الله يسر عمي صافي من المغرب ما وصلنا هنا حتى الخمسة ديال الصباح المغرب ديال البارح الخميس مسكين الله يحسن الله يحسن العوان الله يحسن الله يحسن العوان الله يسر لكم عمي الله يسر الله يسر لكم تبارك الله فصة شحال؟ 12 مية ونص بحال 60 درهم 60 61 62 ونص 62 درهم ونص واش هادو بجوج ياك بجوج عمي هادي وهادي لينا لا هادي درهم هادي 12 ونص هادي الاخوان راه 12 ونص كتبان بقى هادي تبارك الله كتبان شويه داير على هاديك هادي هي البالا ديالها راه كبيره الاخوان 62 درهم ونص تبارك الله هادي وهادي لينا الاخوان راه 40 درهم هادي ديال السميمه ديال لا السميميه تبارك الله ها ها باينه باينه اييه ولكن كيقولوا السميميه عمي احسن من هذيك الاخرى لا على حساب العلف السميميه ديال العلف التسمين كتكون مزيانه للتسمين السميميه الاخوان راه كتكون مزيانه للعلف ديال التسمين تبارك الله هذه هي السميميه هي تبارك الله اييه تبارك الله عليك يا ود عمي وكنشكروك كنشكروك بزاف تبارك الله عليك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لك الشكر مع الوقت الحمد لله عم وشي بخير اللهم لك الحمد اللي عنده صحته يحمد الله وشكره اللي عنده صحته انا شويه زاكي ياك عم زاكي شويه زقاق زاكي قال لي تلعب شويه نقص عم نخاله و... طاحت شويه كامل ايوا الحمد لله لا باش يلقاو بنادم يلقى الفلاح يلقى الفلاح ما يدرش واش راه بنادم تيدرج يدرج ان شاء الله تيجي والله الغيث 11100 11100 هذه 11100 اخوان 55 درهم 11 55 درهم هذه اخوان تبارك الله مرحبا 11100 فصل اخوان عمي معدو ما كيعاود كلام 11100 11100 خذ خذ 11100 قلنا لي 11100 واش عطاهو؟
وتبنى عمي تبن شحال؟ تبنى عمي 650 700 650 700 رخيص رخيص على حساب على حساب وجهه على حساب وجهه على حساب وجهه كاين موجود خير موجود الحمد لله شوية تحركت الماء اللهم لك الحمد لله الحمد لله الله يعطينا شي عام زين عمي اللهم امين الله يعطينا شي عام يكون زين يعاون الدعم العمو ياك الدعم الدعم ديال الزراعه اييه ايوا الحمد لله الحمد لله مزيان تكون التفات الفلاح راه باش كيعاونوا الفلاح كيشجعوه العام اخر ان شاء الله ولينا العمر ديال سيدنا اييه الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا اييه الله ينصره الله ينصره اييه اييه مزيانه الحمد لله اييه اللهم لك الحمد تبارك الله العام الله يسر ليك الله يسر لك عمي الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله اللهم امين تبارك الله تبن واش حال عمي لاحق اليوم شحال لاحق اليوم تبينا ها ما ديالكش اه السلام عليكم كي داير اخويا بخير لاباس لاحظ واش حال اخويا 650 تبنا اخواننا راه 32 درهم و 650 تبارك الله كاينين تبارك الله الله يبارك هذا تو ديالكم اخويا ديالكم هذا شحال هذا؟ دام ولا 650 650 نيت هي راه دام من عنده هذا الاخوان السيد 650 تبارك الله تبارك الله اخويا شكرا كنشكرك خويا الله يسر لك الله يسر لك سير الله شوف 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 خويا بعناها 13 ونص بعتها 13 ونص هي تبعتها الاخوان هادي ب 65 66 67 درهم ونص باش تبعت تبارك الله الله يسر لك اود عمي هاني الله يحفظك تبارك الله شحال عمي 80 مازال 80 ريال مازال ها 80 هو يفتح لك الباب 80 على الله ها عمي يفتح لك الباب 80 4 دراهم قال الله اييه قال الله هادي عمي رويزه ولا شعير هادي؟ شعير شعير عطاوك شي حاجه فيه؟ مازال توا على الله ايوا عمي يفتح لك الباب 4 دراهم يلا الله يسر الامور الله يسر لك تبارك الله عليك السلام عليكم هذه شعيره الاخوان هذه شعير كيداير صاحبي بخير كلشي مزيان الله يحفظك الله يبارك السلام عليكم كيداير عمي بخير الله يحفظك هذا الشمندر الاخوان هذا الشمندر عاشير شحال؟ ابن عاشير قلنا النخاله شحال الله يرضي عليك النخاله ديال المحرك الاخوان هادي قمح هادي هادي القمح هادي هادي شحال هادي 100 درهم طاحت شويه وبار لان حسن تنصح المغيزل ياك هي بسوق المغيزل ياك مرة كانت وقلها قال لي الوالد وقلها 19 هي وهادي هادي الدريه شحال 3000 3000 ونص شحال 70 ريال بحال 3 درهم ونص الاخوان واش المنظره توا 70 ريال كيلو كان شحال كندير في العيد في العيد الكبير شحال كندير؟ كندير 4 دراهم 4 دراهم انا نقصت 50 فرانك هنا الشعيره ود عمي الشعير هذا كاع 4 دراهم تونس والبلدي كاع 4 دراهم 4 دراهم هذا الاخوان الشعير هذا 4 دراهم وهذا 4 دراهم 4 دراهم والله إذا ما نبقى فاجر 4 دير بخير لاباس عليك الله يحفظك المويحة شحال 110 110 المويحة 5 دراهم ونص الاخوان هذه رويزة ياك شحال 3 دراهم 3 دراهم رويزة الاخوان تبارك الله هذا ديال الدجاج شحال هذا هو 3 دراهم الزرع ديال الدجاج الاخوان تبارك الله الدرا 70
الدريه 70 اخوان الدريه 3 دراهم ونص تبارك الله. وهاد الفويليه ودعم الفويليه خليه فويليات اخوان 6 دراهم ونص اللي عنده شي عجور الاخوان بغي يعلفهم 6 دراهم ونص تبارك الله تبارك الله.